مين؟ مين؟ افتح ياض. افتح ياض. بابا انتوا غيرتوا قانون الشقة؟ مش عايزين ناجي؟ اخص اخص. قانون ايه بس يا بابا؟ حضرتك جاي لي في الحلم، مش لازم تبقى واقعي قوي كده. خش على طول. الشقة اتبهدلت كده ليه؟ معلش بقى يا بابا، مش بقالها 10 سنين من ساعة ما حضرتك مت. 10 سنين؟ محدش بينضفها غيري؟ انتوا عايشين فيها ازاي؟ هو انت ليه محسسني ان انت جاي من الساحل يا بابا؟ وبعدين ما تاخذنيش، يعني انت جاي ليه؟ الله، انت متضايق ان انا جيت هنا ولا ايه؟ لا والله مش متضايق، بس انا يعني بقيت بشوف حضرتك بعد ما مت اكتر مما كنت بشوف حضرتك قبل ما تموت. هو انت مت وفضت لنا ولا ايه؟ بالعقل كده واحد ميت هيبقى ورايا ايه؟ ثم ايه كلمه ميت دي؟ مفيش حاجه الطف من كده يعني. ما تاخذنيش يعني يا بابا، دي الحقيقه. حضرتك عايزني اقول لك ايه؟ يا سلام، المرحوم خالد الذكر. اقول لك الغالي. يا سلام، وماله؟ ماشي يا غالي، أؤمرني. عملت ايه في موضوع الدكتور شريف؟ ايه ده؟ هو حضرتك عرفت؟ والله ما عارف اعمل ايه يا بابا. يعني ايه مش عارف؟ قدام الراجل هروح هدر؟ هي دي الامانه اللي هو بقى منها لك؟ بقول لك ايه يا بابا، انا مش ناقص تقطيم بكلام حضرتك ده. انا اصلا حاولت افهم الراجل اي حاجه ما فهمتش. لا اله الا الله، الراجل قال لك امال احمد عبد العزيز 6 ب. يا سلام. افهم ايه انا بقى من الجمله دي؟ الموضوع شرح نفسه يا ابني. ايه اللي حصل لك ده؟ انت كنت بتفهمها وهي طايره. الله، عقلك صدى. رضا، انت بتكلم مين يا رضا؟ حليمة. لسه عايشة يا حليمة؟ انت مش وعدتيني وقلتيلي انت لو حصل لك حاجة يا سي عبدو انا كتيري اسبوع واجيلك؟ ينفع بقالي 10 سنين بسأل عليك يقوليلي لسه؟ معلش يا عبدو، غصب عني يا حبيبي، ان شاء الله اجيلك قريب. بعد الشر عليكي، وحشتيني قوي. انت كمان قوي يا عبدو. يا جماعة ما يصحش كده، عيب بقى ما يصحش. بس يا حبيبي خليك في اللي انت فيه. بقولك يا حليمة، عينين حليمة، كنت عاوز في كلمتين كده على جنب. هو انت لسه شقي يا عبدو؟ ده شقي ايه؟ ده انا بقيت عفريت. طب تعال. يلا. يلا ايه؟ يا حاج، يا ماما، يا جماعة راعوا جودي. طيب يا جماعة ما يصحش كده، ايه؟ الله يا جماعة، ده كده بقى حلم ثقافي. أنا إن ما دخلتك الجيش تاني. الله 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 الله، ليه كده طيب يا بابا؟ يا حاج ما يصحش كده. يا بابا، يا ماما، ما تسمعيش كلامه. ماما، بسم الله الرحمن الرحيم. رضا، مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ لا ما فيش، بس يعني زي ما تقولي كده حلم، بس مش حلم، ده كابوس. خير يا حبيبي؟ حلمت بايه؟ حلمت يعني، ما تشغليش بالك انت. بقولك ايه، هو بابا ما جالكيش في الحلم قريب؟ جالي يا حبيبي، وقعد يوصيني عليكم. ما هو في الاول بيبتديها بتوصية وكلمتين حلوين، وبعد كده بيخش على ايه؟ لا مش مهم بقى بيخش على ايه، مش مهم. طيب بقولك ايه يا حليمة، انت مش كنت عايزة تعملي عمرة؟ منعيني يا حبيبي. طب يبقى نهدى بقى شوية، يعني نهدى ونلتزم، لكن ما يعني ما يصحش كده، ما يصحش. هدخل انا اعمل لكم فطار.
هو الواد ده ماله؟ صابرين يا صابرين. صباح الخير يا رضا. صباح الفل يا ام سلمى. صابرين. ايه يا رضا؟ ايه؟ وطي صوتك. اوطي صوتي ليه؟ ابوك لو عندنا حاجه ولا ايه؟ دافعين اللي علينا وزي الفل. زعبيبك طالعه كده ليه على الصبح؟ لا زعبيبي لا طالعه ولا نازله. بقول لك ايه؟ عندكم فطار؟ اه عندنا. طب ناوليني يلا. بقول لك ايه؟ النهارده 1 ابريل. اليوم ده مش بيفكرك بحاجه؟ طبعا بيفكرني. بيفكرني بكذبه ابريل. كذبه ابريل؟ اخسى عليك يا رضا. النهارده ذكرى اول مره اقول لك فيها بحبك من قلبي. بقى ده يوم يتنسي؟ ده احنا اللي خلينا كذبه ابريل حقيقه. بتحبيني يا بت؟ اه يا ندى انا يجي 100 مليون بحبك. اها اها اها. الله والله العظيم صوتك حلو قوي يا بت. ما انا نفسي حد يسمعني يا رضا. ما انا بسمعك اهو. مش قصدي انت، انا قصدي اي حد يعني من الملحنين الكبار، حد من المطربين. لا بقول لك ايه، بقول لك ايه، ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. موضوع الغنى ده مش عايز اسمعه. هات الباقي. انت لسه برضه يا رضا مقفل دماغك؟ بقول لك ايه، انا النهارده هعدي عليكي في المدرسه، ها، وبعد ما تخلصي الحصص بتاعتك اخدك بقى ونروح نحتفل بكذبة ابريل اللي بقت حقيقة دي. جرى ايه؟ هو انت كل يوم والتاني بقى هتفضل تنطلي في المدرسة؟ لا انا النهارده جايلك رسمي. انتوا النهارده عندكم تطعيم في المدرسة، وانا اول ما عرفت المعلومة دي شبطت، قلت انا اللي لازم اروح. يلا. بقولك ايه؟ ما عندكيش رغيفين؟ اه عندنا، ابعت. حسب بقى توقع طبق العيش زي كل مرة. يا ستي خلي الفران تاكل. ده انت ابوكي لسه قافش مننا باكو. هتغني ها؟ يلا يا حليمه يلا عشان نفطر. هو انت لحقت يا حبيبي تحضر الفطار؟ لا يا حبيبتي انا بعت جبته جاهز دليفري، يعني شريت العبد ولا تربيته. شفت اللي حصل لام فارس جارتنا؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مش طلعت تاكل الفراخ فوق السطوح، دخلت وقعت من فوق. حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا ام فارس، كانت ست جميله. لا ما هي نزلت زي ما هي، زي القرده ولا جرى لها حاجه. ايوه طب ايه المغزى من القصه دي طالما الست زي الفل وما جرى لهاش حاجه؟ وقعت على جدع كان معدي في الشارع، الراجل طب ساكت. حول ولا قوه الا بالله. شفت النصيب بقى يا امي؟ اتلم عليه شبان الحاره وغطوه لحبة عيني بالجرايد. ما هي أعمار، شوف الست كانت هتموت فيها يقوم الراجل هو اللي يروح فيها. لا ما راحش فيها، شوية لقوه بيتحرك تحت الجرايد. أتى بالجدع لسه فيه النفس.